شهد محافظ بورسعيد عادل الغضبان احتفالية ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الخامسة، وشارك في المسابقة 66 دولة من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وتمنح المسابقة جوائز مالية للثلاثة الأوائل في الأفرع الأربعة للمسابقة، وهي حفظ القرآن الكريم كاملاً وحفظ القرآن الكريم كاملاً للإناث والابتهال والإنشاد الديني والأصوات الحسنة. رئيس جامعة بورسعيد، الحضور الكريم، ضيوف مصر الأعزاء. انتهينا على خير من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني في دورتها الخامسة، والتي تحمل اسم فضيلة المرحوم الشيخ مصطفى إسماعيل. 66 دولة اشتركوا في هذه المسابقة، سواء دولة عربية أو أوروبية أو أفريقية وأمريكا وكندا. بنتكلم في التنافس، كان في أربعة أفرع: حفظ القرآن الكريم بروايتين، حفظ القرآن الكريم برواية واحدة، الإنشاد والابتهال، وأخيرا فرع الأصوات الحسنة. تم رصد جوائز قاربت على المليون جنيه لهذه المسابقة. بنتكلم في فرع جديد لأول مرة بيخش هذه المسابقة محليا هذا العام.